هذا ما كاين ما ياكل غلب فهمتي يعني ما هو يعني السيده هو كيكون حتى هو مسكين هو كيضل راه ما كاين ما ياكل الارض راه حمراء يعني بما ادري فهمتي كنطلبوا الله الله يدير شي فينا شي غير تيكون نافع يعني في اقرب وقت. هاد قله التساقطات يعني بما ادى الى يعني كيبان لك الزراعي بان راه كاع يعني كيتحرق يعني الغنم والبهايم راهم سارحين فيه بما ادى الى اتلاف جميع يعني كاع المحاصيل الزراعيه يعني كتشوف بان راه يعني ما صبتش الشتاء وما يعني قلت التساقطات يعني الغلاء في مواد ديال الاعلاف يعني كان بحال دابا يعني كان الشعير يعني الثمن ديالو كان ديال 40 50 صباح داير كيدير 70 80 يعني والنخاله حتى هي كانت دايره 16 17 18 ولات كدير دابا 2600 2800 3000 بالا ديال التمن كانت 400 1000 فرانك 300 هي ولات بحال كدير 600 80 يعني دابا الفلاح يعني هو ولا في واحد تضرر كبير يعني من هذا مولا كيهود دابا كيدي يعني ما كيلقى كيباع قرا كتبيع بقره ولا كيبيع الغنم ينقص منها باش يعيش الغنم الاخرى يعني دابا كيدي كيمشي السوق يعني راه الناس كاع كيشوفوا يعني الاثمان يعني جد ضئيله يعني كتلحق بقره هي ولد ديالها كيلحق كتسمع 60000 70000 80000 100000 بقره قداش كانت كدير جوج المليون ولات كتباع 160 علاش مولاه ما لقى ما ياكلها يعني معلاش وما كاين شحال من حاجه يعني كيبغيها الفلاح باش اللي غادا تعاونوا يعني يعني عملوا لك شي في هذا الوقت كانت زين الدنيا خضراء كانت يعني الحمد لله التساقطات اللي صلت يعني بهم كانوا شبعانين الغنم كانت شبعانيه ودابا يعني ما قلت الامطار ادى الى يعني زعما كتشوف كل شيء كيتحرق والتأثير ديال الجفاف ديال العلف وديال البهائم راه كتموت وكتوفق وما شاء الله ما كاينش البهائم ما كاينش ما تاكلها انت كتشوف ما كاينش والو ما كاين لا دعم لا شعير لا يديك لا يخليك والو ما كيعطيوك حتى شي حاجه اللي كيعاونوك بها ما كاين عير شري وكل واش البالا دايره 40 درهم 50 درهم 60 درهم والنخاله دايره 80 ريال فين هذا الانسان غيمشي هاد البهائم غتنقرض خاص الانسان يحيدهم ما كاين والو السوق شكون غياخذهم من عندك راه كاين الانسان اللي ولا كيفوت بهيمو كيكون سارح مثلا واحد 40 وكيتمشي كتبقى لي واحد 5 وراه كيخليهم كيسمح فيهم كتاكل من الكلاب الضاله صافي الانسان راه ما بقاش شي حاجه اللي كتفرح مع الكسيبه ومع ما بقاش شي حاجه اللي هي كتفرح بنتي والو ما كاينش الانسان راه عير كيجري لله في سبيل الله الانسان هو حنا ولينا صابرين في الجوع ديالنا ولكن البهيم ما عندكش كدير لا البهيمه ما كتعرفها تاكل ماشي شي حاجه اللي غتصبرها غتقول لها صبري حتى الغداء او حتى تغدى ويفرج الله تعالى حنا صابرين تيفرج الله ولكن البهيم راه ما كاينش ما عندهمش ما كاينش البادي كاين داك الناحيه من ناحيه الشتا اختي ديال الغنم ضرت وداك الشيء ديال الحاجه اللي كيديروا كيزيدوا فيها ولا اختي كتشوي الحاله كي دايره فهمتي دابا النعجه دايره 4000 البلا دايره 800 فهمتي اختي وداك الشيء من ناحيه الشتا بنادم راه ضر بزاف اختي العلف غالي النخله كانت ب 2000 بدات 3800 الشمندر بدا 4200 هو هذا الشيء اللي كان اختي راه قلت لك اختي ما كنلقاوش لا والو اختي راه انت كتشوفي راه قدامك اختي كيبان لك راه قدامك راه ما كاينش هاتي الحاله هاتي مال في الربيع هاتي راه كرم قدامك على عينك ربي راه عينك راه كرم قدامك مول في ربي كيرحمنا هذا العام راه انت كتشوفي